منتدى رؤساء هيئة الاستثمار اللي بتتواصل فعالياته، هيئة الاستثمار الإفريقية بالطبع يعني، تحت شعار التكامل من أجل النمو، ده في مدينة شرم الشيخ، عشان يضع خريطة تحفيز للاستثمار داخل إفريقيا. المنتدى بتنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار من 34 دولة إفريقية وممثلي كبريات المؤسسات الاقتصادية في القارة. استضافت مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا، بيأتي مكمل لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول القارة، وبيمثل ركن أساسي في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الإفريقية وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين. نتكلم أكتر عن أفريقيا والاستثمار والمنتدى مع السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية الأسبق. صباح الخير يا سيادة السفير. أهلا، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا دي الدورة الأولى للمنتدى أو النسخة الأولى للمنتدى اللي عقدت في مصر، ومصر كانت حريصة على استضافة هذا أو هذه النسخة الأولى. ما أهمية مثل هكذا منتدى بالنسبة لمصر والإفريقيا والاستثمار فيها؟ كما ذكرت حضرتك، هذه الدورة الأولى لمثل هذا المؤتمر. قبل ذلك كانت أفريقيا قد مؤتمرات إقليمية مختلفة المناطق، مثل منطقة الكوميسا أو السادك أو الشرق أفريقيا. بعد المشاركين والهيئات المشاركة على الأهمية التي توليها مصر لهذا الاجتماع، رئيس المنطقة حرة في مشاركة الموضوع. هذه أول مؤتمر أعتقد هذه المنظمة بعد كل حي التنفيذ في يناير الماضي، وأعتقد المحيط في اكتفام وضع مجهود كبير حتى تم إقرار هذه المنطقة الحرة التي ستسمح بتبادل السلع والخدمات والاستثمارات دون أي رسوم جمركية أو عواصف ذلك. بالمناسبة، مصر هي الدولة الأولى في أفريقيا لتلقي الاستثمارات العالمية بعد أن كانت أفريقيا تحتل هذا المركز. مصر منذ عدة سنوات تحتل المركز الأول لجاذبية الاستثمار في مصر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لهذه الأمور. أيضا يجب تشجيع الاستثمار الأفريقي الأفريقي، ألا نستمر في تلقي الاستثمارات الأجنبية دون استثمارات داخلية في أفريقيا. مصر لها استثمارات دلوقتي في عدة دول، الكاميرون، نيجيريا، الكثير من الدول. فزيادة الاستثمارات تسمح صادرات وحدات داخل أفريقيا. نعم. سعادة السفير، يعني الاستثمارات بين البلدان الإفريقية كيف يمكن تسريع وتيرتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أيضا أجندة التنمية المستدامة لإفريقيا، التنمية الشاملة بوجه عام في جميع البلدان الإفريقية؟ هو طبعا عاملين ضرورة بناء البنية التحتية. لا يمكن إقامة مشروعات استثمارية دون وجود الطرق وخطوط الأحياء المنظمة لتسيير المشروعات المشتركة التي ستقام في هذه الدول. الناحية الأخرى والمهمة لا تقل أهمية هو إنشاء مناخ استثماري جاذب للاستثمارات داخل أفريقيا أو الاستثمارات العالمية داخل أفريقيا. الكثير من الدول بتتنافس على الاستثمار بما فيها الصين، يعني هناك تنافس عالمي على جذب الاستثمارات العالمية إلى دولها، الصين طبعا وماليزيا، لكن في لازالت الأحلام متسعة لمزيد من الاستثمارات. وكما ذكرت لكم، مصر هي الدولة الأولى الجاذبة للاستثمارات في أفريقيا. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية الأسبق، شكرا جزيلا لك.